المجد السهر يوم السعادة عندما تجني الثمر. قل للذي أضناه للمجد السهر يوم السعادة عندما تجني الثمر. قل للذي أضناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبابي الكرام، ها نحن معكم في حلقة جديدة من برنامج زاد القلوب مع فضيلة الشيخ سالم جابر، حياك الله شيخنا. مرحبتين أستاذ خليل، أهلا وسهلا بك. أحبابي الكرام، لازلنا مع حلقات الذكر، ذكر الله عز وجل، هذا الذي تنشرح به الصدور وتفرج به الهموم وتكشف به الغموم. لازلنا في هذه الحلقات، اليوم ستكون لنا وقفة مع كيفيته ومع ثمرته التي هي التي نرجو من الله عز وجل أن يرفعنا الله عز وجل بها. شيخنا الحبيب، للذكر درجات، ذكر ظاهر وذكر باطن وذكر حقيقي، فما هذه الأمور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أسبغ النعم وأزال النقم وأباد الأمم، والصلاة والسلام على رسول الله من كانت حياته ذكرا وكلامه ذكرا بل وصمته ذكرا قلبيا. اللهم صل وسلم وبارك على إمام الذاكرين وقدوة المستغفرين وأسوة المسبحين، صلاة وسلاما ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم آمين. الذكر هو جهاز المناعة بالنسبة للإيمان، وكلما حاولت أن تحافظ على هذا الجهاز معناها أن إيمانك لا تستطيع الفيروسات ولا الأوبئة ولا الأمراض ولا الوساوس ولا خنس الشيطان ولا الأهواء ولا الشبهات ولا الشهوات ولا شياطين الإنس والجن أن يؤثر فيك. لماذا؟ لأن إذا قوي جهاز المناعة يستطيع أن يدفع كل قادم وكل عدو من تلقاء نفسه. لكن الذكر كما قسمه بعض العلماء ينقسم إلى ثلاث: ذكر ظاهر. ما معنى ذكر ظاهر؟ هو ذكر اللسان ظاهر أيضا، وخصوصا إذا جهر بالصوت. نعم. لكن الذكر الظاهر ينقسم إلى إما ذكر دعاء وطلب، وإما ثناء، ذكر ثناء وشكر، وإما رعاية، ذكر رعاية. في كلا الحالتين أو الثلاث دخلت أنت في المعية. الله أكبر. المعية العامة يشترك فيها كل المسلمين، وهو معكم أينما كنتم، معية السمع، معية البصر، معية الإحاطة. المعية الخاصة تكون للذاكرين، وخصوصا في قضية الأخيرة وهي الدعاء والرعاية والثناء. الثناء، لأن الثناء هو أعلى أنواع الذكر. سبحان الله. وما دمنا قد دخلنا في الثناء نحتاج إلى ثناء كثير. لماذا؟ حتى يقترب أو يوازي النعم. والشاكر دائما وعده الله بالمزيد، والثناء شكر، لئن شكرتم لأزيدنكم.
فنحن نريد أن نتريض في هذه الأقسام، فلماذا لا نجمعها؟ لماذا لا يكون عندنا ذكر ظاهر، ذكر رعاية وعناية وإحاطة واهتمام، وذكر ثناء وشكر من الله إلى الله سبحانه وتعالى، وذكر دعاء وطلب؟ ما أجمل أن تأخذ الذكر الظاهر كله ولا تقتصر على واحدة. لماذا؟ لأن حاجتك إلى من تذكره ليست حاجة واحدة، وإنما هي متعددة حاجات. فأنت في عرض البحر والأمواج قد ارتفعت، أو في منطقة زلزال وبدأت الدنيا الأرض ترتجف، أو في منطقة حروب وبدأ الرصاص والقذائف تتقاذف عليك، أو في منطقة إجرام كل ينهشك، بعضهم ينهش مالك وبعضهم ينهش عرضك وبعضهم ينهش اسمك، تحتاج إلى ذكر في تلك اللحظة. ما هو؟ الدعاء. ذكر الدعاء، رسائل سريعة، والإجابة والمعية ستكون سريعة. اذكروني أذكركم. أنت ذكرته بالدعاء في الطلب، يذكرك هو بالإجابة والتحصيل والنجاة. هذه الأنواع. نتمنى أن المسلم عندما يسمع التقاسيم لا يشمئز منها ولا يقول هذه تفريعات علماء وكذا، لا، هذا تنقل في الدرجات وتنوع في الطاعات. أنت تريد أن تكون أطعمتك في الجنة متنوعة، وأطعمتك في الدنيا متنوعة، ورزقك تريده أن يكون متنوعا، ولباسك يكون متنوعا، كلها نعم. قابلها يا أخي بالتنوع في الذكر. نعم. عندنا الذكر الخفي شيخنا. نعم. ما معنى الذكر الخفي، وكيف يكون ذكرا خفيا؟ هو الذكر الخفي هو ذكر القلب. بعض الناس دائما قلبه متصل بالله حتى وإن سكت لسانه، ذاكر لربه إذا مر بآية نهي فيخاف فلا يقدم عليها. من الذي يأمر بالجوارح بالإيقاف؟ القلب. لماذا؟ لأنه ذاكر لربه. شاب وقد انتشر الزنا والصور والشهوات، ما الذي يمنعه أن يمارس الزنا؟ ما الذي جعله يحصن فرجه؟ لأنه ذاكر لربه بقلبه، فالقلب منع الفرج من التحرك وأوقفه. فنحن نحتاج إلى أن يكون ذكر الله متربع على عرش القلب، وكل شيء آخر تحته لا يكون مساويا له ولا فوقه. عندها تتحطم صخرة، تتحطم سيوف المعصية على صخرة ذكر القلب، فلا تستطيع أن تؤثر فيه. فما أحوجنا أن يكون هذا الذكر الخفي مستمر معنا، حتى وإن ذكرنا بألسنتنا، حتى وإن ذكرنا برفع أيدينا في الدعاء، لأن لا ينفع إذا كان القلب لاهٍ، لا ينفع. والذكر الخفي قد يمنع منه الإنسان ويهرم، وهذه إشكالية كبيرة. وأخطر شيء على القلب في الذكر الخفي هو أن يصاب بالغفلة والنسيان عن ربه. عندها لا يفكر في الذكر، بل يجر نفسه إلى أنه ينسى نفسه.
هو ذاته. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذه النتيجة. كيف نسوا الله؟ لم يكن لله مقام في قلوبهم، لا في أمره ولا في نهيه ولا في جلاله ولا في جماله، ولا خوفا منه ولا طمعا فيه. عند ذلك ما الذي يحصل؟ ينسى نفسه فيفعل أفعال تضره دون أن يدري. يا لطيف. فحقيقة الذكر الخفي هو الذي يتميز به أهل الإخلاص وأهل التقوى وأهل الولاية، اتصال مباشر مع الله سبحانه وتعالى، لا يوجد انقطاع، لا توجد ما فيش تغطية، تغطية دائما متوفرة، لا توجد الشبكة عاطلة، ما الله، لا توجد صوارف مشوشات، لأن الأجهزة اللي عندنا تشتغل لو حصل تشويش تنقطع، لا، ما يسمح للتشويش. لماذا؟ صفاء الذكر الخفي يمنع كل شيء يريد أن يقدم على هذا القلب، فيكون قلبه متعلق بمن؟ بالله. حتى أن القرآن وهو أعظم كلام، لأنه كلام من؟ كلام الله. أين نزل؟ على القلب، نزل به الروح الأمين على قلبك. ليتنا نحاول أن نصلح شيئا من قلوبنا فنفتحها فيكون الذكر يدخل ولا يخرج منها ويستمر فيها. عندها يصبح القلب له نور واتصال. اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي. نعم شيخنا، لو أننا تكلمنا عن قضية الذكر الظاهر والذكر الخفي، يعني بعض الناس يرى أن الذكر الظاهر هو عبارة عن رياء، وكذلك بعض أهل المعاصي يرى أن الذكر الظاهر هو عبارة عن انتكاسة ولا تجوز له أن يذكر الله عز وجل، فبما أنه أهل صاحب معصية فلا يجوز له أن يذكر الله عز وجل، وكذلك بعض الناس يروا أن أهل المعصية لا يليق به أن يذكر الله عز وجل هذا، فكيف نميز وليس دائما وكيف نذكرهم؟ ليس دائما نأخذ الرياء كواجهة. أحيانا الذكر من السنة أن تجهر به. بعد الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلنا بوجهه ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. هذا ذكر. التكبير في العيد خفي أم ظاهر؟ ظاهر. هو ذكر. الآذان خفي أم ظاهر؟ ظاهر. ذكر. هل نقول أن نؤذن فيه رياء؟ الآذان فيه رياء فنؤذن بصوت خفت؟ لا أبدا. فنحن ندور مع الشرع أينما يدور، لأنه هو الذي يعلمنا متى يدخل الرياء ومتى يبتعد. فليس كل شيء نراه ظاهرا من تلاوة القرآن أو بعض الأذكار التي نسمعها من الناس أنها رياء، لا أبدا. أما العاصي فنحن نريد منك أن تذكر الله. لماذا؟ لأن إذا ذكرت الله يترك لك الذكر أثر. ما هو هذا الأثر؟ التوبة والإنابة والرجوع. كأنك أنت تشتري التوبة بعملة. ما هي هذه العملة؟ ذكرك لله. إذا دفعت تاب الله عليك، وذكرك لله توبة. الذكر توبة طبعا، لأنك لو لم ترجع إليه ما ذكرته، فذكرك رجوع إليه، والرجوع هي التوبة. فلا يجوز للعاصي أن يقول أنا أسرفت على نفسي وأنا لا يليق بي أن أذكر الله، لا أبدا. الله سبحانه وتعالى أمرك بالذكر في كل الأوضاع وفي كل الأزمنة، وأمر بكثرة. لماذا؟ الذكر هو الصابون الذي ينظف كل الأدران والأوزار والأوساخ. نحن نستعمل الصابون لماذا؟ هل نستعمله للنظيف أم نستعمله للذي علقت به أوساخ؟ نستعمله للذي علقت به أوساخ، من باب أولى أنت محتاج إلى ذكر الله.
حتى لا ينفرد بك عدو الله فيزيدك في المعصية، أو يطيل لك عمرك في المعصية، أو يفتح لك أبواب معاصٍ كثيرة. فبمجرد أن ذكرت الله أقفلت كثير من أبواب المعاصي، ثم طهرت، ثم حصلت لك الإنابة والرجوع إلى الله، وأيضاً الذكر يذكرك بربك، فتعلم أن هذا محرم فتجتنبه. نعم نعم شيخنا، تو لو أننا تكلمنا عن ما زال عندنا الذكر الأخير. نعم، ذكر الحقيقي. الحقيقي نعم. الذكر الحقيقي هو من أعلى أنواع الذكر وأعظمها، وهو ذكر الله لك. الله أكبر، وهذا لا يعادل وجه. سبحان الله. لذلك وصف في القرآن بأنه أكبر، وأكبر أفعل تفضيل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. على رأي من فسرها بهذا التفسير أن ذكرك لله كبير، ولكن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. لا إله إلا الله. فما أجمل أن يذكرك الله. لكن كيف يكون؟ متى وأين؟ بيدك أنت. اذكروني أذكركم، اذكرني في الرخاء أذكرك في الشدة. في الشدة، فكلما ذكرت الله ذكرك. سبحان الله. فحاول أن تعظم هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته وقدرته يذكرك أنت باسمك. باسمك، حتى يكون اسمه في السماء مشهورا. وتأتي المحبة بالذكر، لأن شرط المحبة الذكر، فمن أحب أحدا أكثر من ذكره. أما إذا لم يذكره فهذا دليل على أنه لا يحبه. حتى الناس البسطاء، أم هي مخصوصة بالمشايخ ومخصوصة بأهل العلم ومخصوصة بناس معينة؟ الذكر لا يحتاج إلى كثير علم ولا كثير فقه، حركة اللسان تتبعها خضوع وخشوع في القلب، تتبعها كف الجوارح عن المحارم وانطلاقها في المباحات فقط، ما يحتاج. أي شخص، أي شخص. الله ما حدد، قالوا اذكروني، ما قال لفلان أو غير فلان، لا أبدا. وقال والذاكرين، دائما يأتي جمع، اذكروني جمع، والذاكرين جمع. حتى ولو شيخ كبير الآن يستمع إلينا فوق سريره مريض الآن يذكر الله، هل الله عز وجل يذكره؟ الله يذكره، وقد يجعل الجبال تؤول معه لكنه لا يعلم ذلك. سبحان الله. وقد يذكر معه الطير والنمل والحوت وهو لا يعلم ذلك. إذا أردت أن يحبك الله فأكثر من ذكره، ولا تجعل ذنوبك تمنعك من ذكر الله، فهذا من مساوس الشيطان لينسيك الله سبحانه وتعالى فتنسى نفسك. حتى ولو كان عاصي، حتى ولو كان عاصيا، حتى لو ارتكب المعصية. ولذلك حتى في حالة المعصية الإنسان بعد ما يفعل المعصية ما الذي يحصل له؟ ولو كانت كبيرة، ولو كانت كبيرة ما الذي يحصل له؟ نعم، ندم. ندم، أي هو الندم نوع من الذكر لكن ليس باللسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة. ليش ندم؟ هو ذكر ربه وذكر عقابه وذكر أنه نهى عن هذا فتذكر فاستحى الله وأنب ضميره نفسه دون أن يؤنبه أحد، ووعظ نفسه بنفسه. لذلك الله سبحانه وتعالى يفرح بالذاكر ويحب الذاكر. فنحن نقول الذكر مع أنه عبادة ميسرة وعامة ولا تحتاج إلى كثير فقه
ولا إلى شروط كالصلاة وغيرها. لا تحتاج إلى وضوء ولا تحتاج لا إلى وضوء ولا إلى مكان ولا إلى القبلة. جلسة معينة ولا إلى استقبال قبلة ولا إلى أي شيء. عبارة عن تحرك اللسان بشرط أن لا يكون القلب غافلا عما تقول فقط. بعض الناس يا شيخنا ممكن يكون مريض عليه بعض النجاسة، ممكن دم أو بعض البراز، أو يعني هل يليق بهم ويجوز لهم، هؤلاء خاصة المرضى، هل يجوز لهم أن يذكروا الله؟ أو بعض الأشغال والمهن التي فيها بعض يعني تلطخ الثياب ويعني بعض الأوساخ عليها، هل يجوز لهم ذكر الله؟ أولا ذكر الله هو الحصن الذي يحتمي فيه المسلم من الشيطان. هذا الحصن لابد أن يكون دائما جاهزا مفتوحا للاستقبال، وإلا انفرد به الشيطان. فإذا اقتصرنا النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة فقط، هي نصف ساعة وباقي الزمن ينفرد بك الشيطان. ولذلك لما جاءت الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله هذا تفسير آخر غير الذي قلناه في السابق، ولذكر الله أكبر في النهي عن المعصية من الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة وقتها محدود. أنت تصلي الظهر، قد تبقى ثلاث ساعات لا تصلي، في الثلاث ساعات ما الذي سيحصل؟ لكن الذكر مستمر، الحائل لا تستطيع أن تصلي، هل ينفرد بها الشيطان؟ أبداً، لا يسمح الله بأن الشيطان ينفرد بها. جعل لها حصناً وهو الذكر، فقال لها اذكر الله. فذكر الله يمنع المعاصي عنك أكثر من الصلاة. فلذلك هذا السياج لا بد أن ندخله، وهذا الحصن وهذا الصور المنيع لا بد أن ندخله. بماذا؟ عندما قال ذلك الصحابي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي كل لسانك رطبا، معناها في كل الأوقات. ووالله ما أجمل، يعني ربما أجمل صوت تسمعه الملائكة ويسمعه أهل التقوى، أن يجتمع في المريض أمران، أنين وحمد وتسبيح وذكر، أنين يفرج به وجع البدن، وتسبيح وذكر يلجأ به ويرضي به الرب. هذا هو. في الأنين يقول أنا الضعيف العاجز المريض، في الحمد يقول أنت الرب الذي أنعمت علي بكل ما عشت. فما أجمل يعني أن نعرف لذة الذكر وحياة الذكر. الذكر الحقيقي هو أن يذكرك الله. فلنبحث كيف يذكرون الله ومتى يذكرون الله، وهل الأمر بأيدينا أم لا. آيات القرآن والأحاديث تدل على أن الأمر بأيدينا. نعم نعم شيخنا، لو أننا تكلمنا الآن عن ما معنى ذكر القلب، وما معنى ذكر الجوارح، وما معنى ذكر اللسان، هل هناك فرق بينهما؟ ذكر اللسان وردت فيه نصوص كثيرة، وأوقات بعض الأوقات محددة وبعضها مفتوح، والألفاظ أيضا حددت في السنة وفي الآيات القرآنية الكثيرة، وهذا يعرفه أكثر الناس. يبقى قضية ذكر القلب. ذكر القلب، الإيمان أين مقرها؟ القلب. الخشية أين مقرها؟ القلب. الخشوع، خشوع الأعضاء ينبع من من؟ القلب. من القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، ألا وهي القلب. لو استطعنا أن نذكر الله بقلوبنا سيأمر اللسان، القلب يأمر، لأن القلب هو الملك، هو الذي يأمر، كما أنه هو الذي يقوم بتوزيع الأدوار. فلو استطعنا أن نعرف كيف نذكره بقلوبنا، إما أن نذكر عظمته وعزته وجبروته وقدرته، وهذا يولد فينا الخشية والخوف
والخضوع والخشوع، وإما أن نذكر نعمه وجلاله وجماله في قلوبنا. كم نعمة؟ من الذي صورك؟ من الذي حسن العينين؟ من الذي حسن هذا الوجه؟ لماذا جعله بهذه الصورة الجميلة؟ جعلك عكس الحيوانات تمشي وأنت مستقيم على رجلين فقط، وجعلك ملكا مسخر لك كل ذلك. من هو؟ الله. يكون قلبك مفعما كالطفل الصغير الذي أغدق عليه والده كل النعم فيصبح لا يرى إلا والده. يرى رجال كثيرين لكن في قلبه من؟ وعلى لسانه من؟ والده فقط. لماذا؟ للنعم. هذا أغدق عليه بإمكانيات مخلوق ضعيف الأب، وفي زمن محصور. نعم. بعد أن يبلغ 17 عاما هل ينفق عليه مثل ما أنفق في العشر سنوات؟ أبدا. فما بالك الذي رعاك في بطن أمك ورعاك وأنت كبير وقد بلغت 70 وقدم لك كل شيء، ألا يستحق أن يتحرك القلب لهذه النعم فيحب الله لنعمه ويكون ذاكرا للنعم؟ فلذلك نسيان النعم مشكلة، فالذكر نحتاج إليه ذكر القلب. نعم نعم شيخنا، لو أننا سألنا سؤال، ما هو الأفضل، قراءة القرآن أم الذكر؟ سؤال جميل. أولا قراءة القرآن، الزمن كله للقرآن، لكن السنة والآيات خصصت بعض الأوقات لأذكار معينة، فكل زمن خصصته الشريعة سواء قرآن أو سنة لذكر، هذا هو الأفضل. فعندما يؤذن المؤذن الأفضل أن تسمع إلى الآذان وتردد بعده الدعاء الوارد، أن تردد مع المؤذن ثم بعد ذلك تذكر الدعاء الوارد في هذه اللحظة وتترك المصحف، لكن بعد الأذان تستطيع أن تقرأ. في وقت أذكار الصباح والمساء الأفضل أن تشتغل بالذكر الصباح والمساء. في وقت زوجتك مريضة وتحتاج أن تجلس معها وأن تسليها حتى بالكلام، كلامك لها أفضل من الذكر أو أفضل من قراءة القرآن في تلك اللحظة. لماذا؟ لأنها محتاجة غاثة ملهوف. تخيل إنسان يعني يستغيث يريد شربة ماء والآخر لا يريد أن يقوم والمصحف أمامه يقرأ وهذا يكاد أن يموت، أيهما أفضل، يقرأ القرآن أم يسقي هذا العطشان؟ يسقي العطشان أفضل. يكتب له الذكر، يكتب له الذكر، أنه ما سقاه إلا وهو ذاكرا لمن؟ لربه، أنه أمرني بهذا وإلا ما تركت المصحف. فالأوقات التي حددتها السنة كالأذكار دبر الصلوات وكالدعاء في الطواف أو الدعاء عند السعي بين الصفا والمروة أو فوق الصفا فوق المروة، ما ينفع أن نقرأ فيها القرآن. الأفضل، لا نقول أن صاحبه يأثم، لا، لكن الأفضلية الدعاء، هذه هي التي وردت، فيجب علينا أن نلتزم بها. عندنا أذكار إذا تعار الإنسان، عندنا أذكار بعد الوضوء، عندنا أذكار عند الدخول، عندنا الخروج، عندنا أذكار في المساء في الصباح، أذكار للمريض، أذكار في حالة الدخول على الزوجة، أذكار كلها هذه لها أوقات، لكن باقي الزمن، باقي الزمن يا أخي تستطيع أن تقرأ في القرآن. ولذلك الأفضل أن يجمع في يومه بين الأذكار الواردة المحددة بزمن وبين قراءة القرآن. لماذا نحن نقول هل الأفضل قراءة القرآن أم كذا؟ معناها إذا قلت لك أذكر الله ستترك القرآن؟ لا، أنت تستطيع أن تأتي بالجميع. نعم نعم شيخ، هناك بعض الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم يعني جمعناها فهي كفارة للذنوب،
فنسرد الحديث الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم والترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. قضية هذه الألفاظ وقضية غفران الذنوب بهذا الدعاء البسيط. هو نحن نرى دعاء بسيط ونرى كلمات قليلة، لكن الحقيقة لا، الحقيقة هذا تجديد عهد وميثاق ووعد. سبحان الله. عندما تقول رضيت بالله ربا أو تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أنت تجدد عهدا هو من أعظم العهود. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم من ظهورهم ألست بربكم؟ قالوا وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هو يكرر الآن الشهادة. ألا تستحق هذا العقد وهذا العهد؟ ألا يستحق هذا الأجر؟ وخصوصا أن الذي يعطي هو الكريم. فهذه الكلمات عظيمة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهذه الكلمات هي خير ما قيل. ثم إن الله سبحانه وتعالى رحيما بعبده، لا يريد أن يكلفه بعبادة تثقل بدنه وتأخذ منه زمنه وربما تأخذ منه ماله، وإنما كلفه بقول يقول. تخيل هذه كم مرة في اليوم؟ 5 مرات. 5 مرات والله يقول لك غفر لك ذنبك. ذنبك. سبحان الله. يعني 5 في اليوم حوالي في الشهر. شوف كم في السنة، كم مرة ربي بيقول لك غفر لك ذنبك. فوالله نحن أصحاب ذنوب وأوزار ومعاصي، لكن الله جعل لنا محايات وسهلة ورخيصة بسيطة. أنت في كل مكان الأذى، أحيانا في المذياع وأحيانا في التلفاز وأحيانا في الجامع وأحيانا في سيارتك، لو رددت وذكرت هذا الدعاء ما الذي يحصل لك؟ غفر لك. عندما تسمع كلمة غفر، ليس بالضرورة أن نغوص في الكلام غفرت الصغائر ولم تغفر الكبائر، هذا تفاصيل اجتهد فيها بعض العلماء وبعض الفقهاء وبنوا على نصوص، ليس هذا هو مجالنا نحن. الله قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال غفر له، خلاص ابقى النص على طعمته وعلى زينته وعلى جماله وعلى البشريات التي هي فيه، ولا نحاول أن نحجر واسعا. الله أكبر. فرحمة الله واسعة، فكأن نداء لكل عاصم. أذنك هذه سمعت الأذان؟ سمعت الأذان. ما على الأذن إلا أن تأمر اللسان يتحرك بعد الأذان، فإن قال غفر لك ذنبك. لا تسأل كم الذنب، لأن الغفور من؟ الله غني الكريم. لا يسأل، لا يسأل كم معك. أنت جيت تطلب من واحد يقول لك كم معك من المال؟ لا أبدا، الكريم لا يسأل، يعطي هكذا. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذكار عقب الصلوات تغفر الذنوب، روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا تعبير آخر. وانظروا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف يعلمنا طريقة التعليم في الدعوة، يتنوع في الأمثلة ويتنوع في المشاهد المرئية. قد تكون أنت على البحر وكل يوم تمشي البحر وتصطاد السمك وتجلس، لكن ما فكرت في أحاديث البحر ولا في الآيات التي عن البحر أبدا. سبحان الله. فترجع كيوم
كاليوم الذي مشيت فيه سواء بسواء، لم تربح شيئا، ربما تحصلت على بعض السمك لكن لم تربح شيئا لاخرتك. لذلك ماذا قال له؟ ولو كانت مثل زبد البحر. زبد البحر كثير ام قليل؟ كثير. احيانا في اماكن يكون كثير واحيانا قليل. ما هو الزبد؟ هو الرغوة التي تأتي من الماء او آخر الموجة، الرغاوي البيضاء. الرغاوي البيضاء. لو أنت تريد أن تصور البحر، بحر الأبيض مثلا من كامله، طبعا له أكثر من شاطئ، هو قال البحر، إحنا بنأخذ بحر واحد، كم فيه من الزبد؟ الله، لا يحصى. لو كان الذنوب كمثله، كم المسافة؟ إذا كان في ليبيا البحر شاطئ البحر حوالي أكثر من 2000 كيلو، كم بيكون في دول أخرى؟ فلذلك لو كانت مثل زبد البحر لغفر الله لك. لماذا؟ لأنك تذكر الله ما يقرب في اليوم 500 مرة، وتذكره بهذه الأذكار، وكل ذكر لوحده له قيمة عالية. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. بالله يعني كم تأخذ من الوقت؟ ومن رحمة الله السؤال، أنا كنت في عبادة، لماذا يأمرني الله بعبادة؟ أنا كنت في الصلاة خلاص، إذا قضيت الصلاة فانتشر، لماذا يأمرني الله بهذه الطاعة؟ لأن الصلاة قد يكون فيها عجز قصد تقصير، قد يحصل سهو، ولأن الله لا يريد أن يقطع الصلة بك ولا يريدك أن تقطع الصلة به، تقول العبادة تمت إذن انتهى ما يريده الله مني، لا، أنت على اتصال مباشر. ولذلك سبحان الله نجد الذكر والصلاة دائما مجتمعات مع بعضها في كثير من المواضع. وأقم الصلاة لذكري فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا، آخرها واذكروا الله، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. إذن الذكر ملازم للمسلم. هذه الكلمات كأنك تقول يا رب أنت أمرتني بالصلاة فرض. لذلك هذه الأذكار لا تكون إلا في الفرائض، وأنا مع ذلك لا أكتفي بالفرض، كما أني أتيت الفرض آتي بالتطوع الذي حثني عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتجلس وتأتي به. ومن رحمة الله قد يقول قائل أنا والله لا أستطيع أن أجلس. يا أخي قم واذهب إلى سيارتك واترك المسجد بعد الصلاة، ما قال لك أحد اجلس، لأن الله ماذا قال؟ يذكرون الله قياما وقعودا. فمن أتى بهذه الأذكار عقب الصلوات قائما قبلت، من أتى ماشيا قبلت، من أتى بها جالسا قبلت. المهم لا تتركها، لأنك إذا تركتها ضيعت أجرا عظيما، ضيعت أن تغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. فهل داعي ذكي بحيث إذا كان في البر له أمثلة برية، وإذا كان في البحر له أمثلة بحرية، وإذا رأى النمل أتى بأمثلة، وإذا رأى السمك أتى بأمثلة؟ فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقرب للناس الصورة، وخصوصا هو يخاطب القوم يعرفون البحر، لأن شبه الجزيرة العربية محاطة بها البحر. نعم. فلذلك يعني هذا أولا، حتى لا نتوغل في تحديد الذنوب. قال مثل زبد البحر، حتى لا نتوغل في الشرح والتحديد في قضية الذنب الذي يغفر. قال مثل زبد البحر، هذه سعة من الله ورحمة من الله، فليتنا يعني نحاول أن نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوبه في الدعوة، وكيف يأتي بصور مرئية مجسمة واضحة ويرتب عليها ثوابا أو عقابا. أليست هذه الأحاديث
مفرحة للعاصي وللمخطئ والذي ابتعد عن الله عز وجل. نعم، خمس مرات يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غفر ذنوبك في اليوم خمس مرات ولو كانت مثل زبد البحر. في عمل لا يستغرق منك حتى نصف ساعة، حتى ربع ساعة كلها، يعني هذه التسبيحات بعد الصلاة. فلذلك كأنك تقول يا رب أنا رغم أني سلمت وأتممت الصلاة ما زلت مع عبادتك ومع الصلة بك. فالذكر هو الصلة، هو جهاز المناعة، هو حصن المؤمن، فلنحافظ. والله لو لم يكن للذكر إلا هذا الحديث لكفى أن يغفر لك ذنبك ولو كان مثل زبد البحر. وكأن بعض العطايا التي أعطاها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أراد أن يضفي شيئا على أمته من هذه النعم. لأننا عندما نسمع أن النبي نقول الله يا ليتني غفر ذنبي مثل ما غفر ذنبه، يا ليتني، فالله بيقول لك الأمر سهل، هذا تحمل أعباء النبوة، أنا أريد منك أن تتحمل هذه الكلمات بعد الصلوات الخمس، ماذا أفعل لك؟ غفر لك ذنبك. قد تقول أي ذنب ولو كانت مثل زبد البحر، خلاص. نعم، الله يبارك. شيخنا، ماذا نقول للمنفرين العصاة عندما يعصون الله عز وجل، لا يعطون لهم هذه الأحاديث وإنما تجدهم يغتابونهم يذكرونهم في المجالس، فلان عصى الله عز وجل، أذنب، أخطأ بينه وبين الله عز وجل، إذا بنا نجدهم يعني يغرقونهم على الغرق الذي هم فيه. هو أولا لو تتبعنا النصوص نجد البشارة دائما قبل النذارة، التبشير هو المقدم، حتى في قضية النهي عن المنكر الأمر بالمعروف هو المقدم والنهي عن المنكر هو المؤخر. فلماذا نعكس نحن؟ لماذا نؤيس الناس من رحمة الله؟ وإن منكم لمن منفرين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله أضمن لكم بها الجنة، ويقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنا وإن سرق، 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 رغم أنف أبي ذر، لأنه هو السائل. فهذا تصحيح لمفهوم أبي ذر، لكن لا بد أن تطلب أنت المغفرة. سيدنا آدم أخطأ وإبليس أخطأ، إبليس لم يتب من خطئه. آدم ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. سبحان الله. فغفرنا له ذلك مباشرة، فاء من معنيها التعقيب والسرعة، ما احتاجت. فلذلك نقول الله أرحم لك من والديك، فهل يا ترى أمك تضعك في النار لو أن أمر النار إليها؟ لا. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إن الله أرحم لعبده من الوالدة بوليدها. فأبشروا، لكن يا أخي أقبل على الله، لا ترد يدا بسطت إليك من الرحمن، الله يفرح بك بمعصيتك، نعم، لأنك تتوب. فنحن نقول المفتاح الأساسي للتوبة هو الذكر. لو استطعت أن تستعمل الذكر جاءتك التوبة النصوح. نعم نعم شيخنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن حبان في صحيحه وهو دعاء قبل النوم،
قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تعدد الأوقات والمناسبات، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أحيانا بعد الصلوات، وأحيانا قبل النوم، وأحيانا عند الاستيقاظ. لماذا؟ لأن ما دام قال ذكرا كثيرا لا بد أن نعدد ونكثر الأوقات. نعم. فهنا أنت مقدم على النوم، هل تحتاج إلى هذا الدعاء؟ هذا الذكر تحتاج له؟ نعم. لماذا؟ لأن كما يقولون في الأمثال، الراقد ميت، قد يأتي سارق، قد تحصل حريقة، قد يحصل أي شيء، قد يسقط السقف. الحماية من أين؟ الذكر يحميك. فلذلك المؤمن حتى وهو مشتاق للنوم وضع رأسه على الوسادة لا بد أن يذكر الله، فيكون آخر عهده بحركة الحياة اليومية ذكر لله واستقباله لحياة أخرى وهي حياة النائم بذكر الله. فما أجمل أن يتخلل كل زمنك ووقتك ذكر لله اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لم يكلفنا حتى البحث أي دعاء يصلح في الليل وأي دعاء يصلح في النهار، لا، هو أتى به سهلا ميسرا قليلا جميلا طيبا محببا للنفس. حبب الله، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا من وسائل التحبيب ومن وسائل الزينة، أنها أمور سهلة حتى نطقها حتى بالنسبة للكبير. نعم. وهذا الحديث نختم به شيخنا، ونريدك أن تقولبه في رسالة. ثبت أن من ردد سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أولا نريد أن نفكر في عاقبة الحديث. إياك أن يتطرق إليك الشك أو الظن، تقول لن تحط عني ذنوبي أو خطاياي، وترى أن ذنوبك وخطاياك أخي المسلم أعظم من رحمة الله وغفرانه. يا لطيف. فهذا خلل في العقيدة. ما دام المصطفى قال إذن هو صادق وستحط الذنوب. الأمر الآخر، هذا الذكر 100 مرة كم يستغرق لو بدأنا فيه؟ والله لو جاءك إنسان وتثق فيه وقال: أريد أن أسقط عليك كل التزاماتك وكل أخطائك وكل ذنوبك بشرط أن تخدم عندي شهرا كاملا، لو قلت نعم. بعض الناس الآن عليه 10,000 دين مثلا، لو يقول له تعال اختم عندي 2 أو 3، يقول له نختم شهر هم تسقط علي الدين. الآن أنت عندك ديون كما يقولوا بالعامية امتلت، يعني خزائن من المعاصي والذنوب، الجوارح اشتركت فيها. الآن تريد ماذا؟ تريد أن تمسح بماذا؟ بهذا الدعاء: حطت عنك ذنوبك. فأنا أقول انتبهوا، عبادة سهلة ميسرة جميلة تفعلها وأنت في مفترق الطرق، تفعلها وأنت في سيارتك، تفعلها وأنت تنتظر في الإشارة الحمراء، تفعلها وأنت على مخدتك. ما هو الذكر؟ جنة المؤمن وجنة المؤمن. سبحان الله. نعم. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا ألف خير. أحبابي الكرام، ها قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فنسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسنات الجميع. ها أنا أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تجني الثمر قل لله للمجد السهر.
يوم السعادة عندما تجني الثمر. قل للذي أضناه للمجد السهر، يوم السعادة عندما تجني الثمر. قل للذي أضناه